أصدقائي مصطلح بلاك بوت اوف كواليتي، تكلمنا بالفيديو السابق عن يساوي اللون الأحمر الصناعي اللي يحمل رمز E-122، وقلنا بأنه ممكن يسبب الحساسية وخاصة الأشخاص المصابين بحساسية الأسبرين، ويقلل ويأثر على نشاط وتركيز الطفل، وهذا ما هو مكتوب على الملون الصناعي نفسه. وأيضا يستخدم بتلوين وتصبيغ الأقمشة والجلوب، فنحاول قدر الإمكان الابتعاد عن هذه الملونات الصناعية القوية والاستعاضة عنه بالملون الطبيعي. اللي حضرته هو من ماء الشوندر أو عصير الشوندر، وبصراحة نتائجه باهرة، حيث أنه يقوم بتغيير اللون فقط وما يأثر على الطعام، بل بالإضافة يعمل على إضافة المواد والفيتامينات إلى الأكل اللي نريد نحضره أو نلونه. تابعوني بعملية تحضير هذا الملون الطبيعي، ودائما إن شاء الله بصحة. للحصول على لون أحمر طبيعي نستخدم 3 حبات من الشوندر، نقوم بغسلها وتقشيرها ثم تقطيعها بهذا الشكل، والغلي لمدة لا تقل عن 20 دقيقة، وبعد الخلاط نقوم بعملية التصفية، وبسهولة حصلنا على اللون الأحمر الغني بالفيتامينات والمعادن وملون طبيعي 100%. وللتجربة نقوم بأخذ ملعقة من هذا الملون الطبيعي ووضعها على السكر المطحون، ونستمتع باللون الجميل واو والرائع الشكل. أما بطرق تخزينه ممكن وضعه في حاويات الثلج والحصول على مكعبات جميلة وقت الحاجة، أو وضعها في قناني زجاجي.